أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين، ونبدأها بالعناوين. تجدد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين فيه، وفصائل فلسطينية تحذر من انفجار كبير. نيويورك تايمز تكشف عن مساعدة الاستخبارات الأمريكية لكييف على قتل جنرالات روس، ومسؤول عسكري يقول إن واشنطن تدرب القوات الأوكرانية منذ 7 سنوات. انتخابات محلية في بريطانيا يرى فيها الإعلام استفتاء على مستقبل رئيس الحكومة وإيرلندا الشمالية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت بالأغلبية على إجراء غير ملزم ضد الاتفاق النووي مع إيران، ورفض إزالة حرس الثورة عما يسمى قائمة الإرهاب. وفي الظهيرة أيضا موجز اقتصادي مع إليسار كرم. إليسار مرحبا. مرحبا أحمد. في اقتصاد الظهيرة لهذا اليوم، استمرار المباحثات الأوروبية للتوصل إلى توافق بشأن حظر واردات الخام الروسي، ومسؤولون أوروبيون يجددون رفضهم التخلي عن الوقود الروسي من دون بدائل آمنة. وفي أبرز أخبار الرياضة في هذه الظهيرة مع مايك شلهوب. مساء مرحبا دينا. سنتابع في موجز الرياضة المباراة المجنونة في دوري أبطال أوروبا، لأن ريال مدريد بدد أحلام مانشستر سيتي في إحراز دوري أبطال، والجمهور الإسباني حول الساحات إلى مهرجانات. إذن هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال النشرة، ولكن أولا نبدأ بالملفات السياسية. إذن تجدد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بعد أن كانت قوات الاحتلال قد انسحبت من باحاته ووصلت فرض قيود عسكرية عند أبوابه. وقد أصيب 12 مرابطا بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، وذلك خلال التصدي لمحاولات شرطة الاحتلال إخراجهم من المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين. واعتدت القوات الإسرائيلية بالضرب والدفع على المرابطين والمرابطات، وحاولت إخلاءهم بالقوة فيما تعالت هتافات التكبير ضدها. وعلى مدار أكثر من ساعة واصل المرابطون أداء صلاة الضحى في باحات الأقصى لإفشال محاولة الاحتلال إخراجهم بالقوة. شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى بعدما حاصرت عددا من المصلين والمرابطين فيه. وحطمت قوات الاحتلال باب المصلى قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المصلين، ما أدى إلى تحطيم زجاج منبر الأقصى. طائشة من قبل قوات الاحتلال أدت لكسر أحد أبواب الزجاج منبر صلاح الدين في المسجد في المصلى وقبل داخل المسجد. قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على النساء في المسجد الأقصى اللواتي تجمعن لتصدي للاعتداء والرباط في المسجد، وتعرضت مقدسية للاعتداء أثناء محاولتها الدخول إلى المسجد. رايح اللي بيصلوا بغنوا بصوت عالي عالي.
واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين باحات الأقصى منذ صباح اليوم بحماية من شرطة الاحتلال. نحو 9 مجموعات نفذت الاقتحامات من باب المغاربة قبل مغادرتها من باب السلسلة، فيما تصدى لها عشرات المرابطين بالصلوات والتكبيرات، كما أقدمت مجموعة من المستوطنين على رفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد. وأظهرت المشاهد أيضا اعتداء قوات الاحتلال بالضرب والسحل على عدد من المرابطين بينهم الناشط المقدسي ناصر قوس. وفي المواقف من المشهد في فلسطين المحتلة اليوم، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أن تصدي المرابطين والمرابطات من شأنه إحباط مخططات الاحتلال للتقسيم زمنيا ومكانيا. المقتحمين قد اختصروا من مسافات الاقتحام وغيروا المجرى، موضوع الأعداد المقتحمين أقل مما كانوا يدعون، وأخيرا فشلوا في رفع الأعلام الإسرائيلية التي كانوا يخططون لها بإقامة مسيرات الأعلام في البلدة القديمة ثم الأتيان بالأقصى، لم يتمكنوا من إجراء مسيرات الأعلام حتى الآن. هذا يعني أن هناك تقدم في ثبات المسلمين وتراجع لدى قوات الاحتلال التي تدعي أنها الأقصى لها، وأن جماعات اليهودية تريد أن تستغل الحكومة الإسرائيلية الضعيفة الهشة إلى أبعد حدود، لأن هذه الحكومة تعتمد على هؤلاء المتطرفين. رئيس أساقفة سيباستيا للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطلة حنا أكد للميادين أن المؤامرة على القدس تستدعي الوقوف في خندق واحد لمواجهة سياسات الاحتلال. عندما يعتدى على المسجد الأقصى وعلى المسلمين داخل المسجد الأقصى، إنما التعدي يستهدفنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد. يقتحمون الأقصى بطريقة استفزازية ويجولون ويصلون داخل القدس القديمة في مشهد مقزز، في مشهد مؤلم، في مشهد حقيقة يدل على همجية هذا الاحتلال وعنصرية هذا الاحتلال. ما يحدث الآن في باحات الأقصى وما حدث في أيام شهر رمضان وفي غيرها من الأيام، إنما هدفه الأساسي هو تغيير طابع هذا المكان زمانيا ومكانيا. نداؤنا إلى كل أولئك الذين انحرفت بوصلتهم في وقت من الأوقات، نقول لهم صححوا هذه البوصلة لكي تكون في الاتجاه الصحيح. اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى إعلانا رسميا بحرب دينية ستشعل المنطقة برمتها. الوزارة حملت رئيس الحكومة نفتالي بنت المسؤولية المباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها، وأكدت أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية، داعية إلى مواقف من الجهات التي عملت على فرض التهدئة خلال شهر رمضان. وفي ردود الفعل الفصائلية، دعا المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع الأنظمة العربية إلى الخروج من مربع الإدانات إلى العمل الجدي لإفشال مخططات الاحتلال. أيضا أحمد القانوع أكد للميادين أن المرابطين يفشلون اليوم محاولة الاحتلال تمرير مخطط التقسيم المكاني للمسجد الأقصى. هذه الاقتحامات ليست عبثية، الاقتحامات بين الفينة والأخرى وبين الأيام والأيام هي إرهاصات وهي مقدمات لتنفيذ مخطط الاحتلال بالتقسيم الزمني والمكاني، وبالتالي شعبنا الفلسطيني اليوم يأتي من كل حدب وصوب من داخل المحتل من ربوع مدينة القدس للتصدي لقطعان المستوطنين وإفشال هذه المخططات، وبالتالي نحن نهيب بجماهيرنا العربية الفلسطينية في داخل المحتل وفي القدس إلى الاحتشاد إلى مزيد إلى مضاعفة الأعداد لمواجهة قطعان المستوطنين، كما ندعو شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده إلى الالتحام مع أهلنا المقدسيين ونحن معهم وخلفهم لوقف
هذا التغول على المسجد الأقصى المبارك. المسؤول الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب رأى أن المشهد برمته ينذر بانفجار كبير. كما دعا الشهاب عبر الميادين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وإطلاق مسيرات غاضبة والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال. يجب أن يكون واضحا بأنه هذا الرباط في المسجد الأقصى المبارك محمي بسلاح المقاومة، مدعوم من المقاومة، ومحمي بسلاحها وبسيفها المشرع في مواجهة الاحتلال. الكل الوطن الفلسطيني، الإجماع الوطني اليوم على المواجهة دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. كل المواقف التي صدرت اليوم عن الفصائل الفلسطينية وبالأمس أيضا هي مع المواجهة ومع خيار التصدي لهذه الاعتداءات ولهذه الاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي نحن سندخل إلى المعركة صفا واحدا كما كنا في معركة سيف القدس. المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك شدد عبر الميادين على أن رسالة الحركة هي التصدي بكل قوة للاحتلال وأن القدس هي خط أحمر وليست للبيعة. توجه بالتحية إلى المرابطين في المسجد الأقصى ونشد على أيديهم هؤلاء الرجال والنساء اللواتي يكبرن أمام جنود الاحتلال، بالتأكيد هم سوف ينتصروا في نهاية الأمر. نؤكد أن هذه القدس هي خط أحمر وهي ليست للبيع، ولذلك نحن نقول وبكل وضوح أننا سوف نقاتل عن مسجدنا وعن مدينتنا المقدسة كونها هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين. سنتحدى وسنتصدى بكل قوة وعنفوان، ولن نسمح لهؤلاء المجرمين المشعوذين الكذابين أن يستمروا في اقتحاماتهم. دماؤنا وأجسادنا فداء للمسجد الأقصى. هذه هي رسالة حركة فتح التي دعت إلى النفير العام وللرباط في باحات المسجد الأقصى. بدوره عضو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول قال أن اقتحامات الاحتلال والمستوطنين ستترتب عليها تداعيات جمة وقد تشمل مناطق فلسطين كافة أسوة بما جرى خلال معركة سيف القدس. الأخطر مرة أخرى هو أن يجري اقتحامات الأقصى بشكل منتظم وبرعاية من قوات الاحتلال الصهيوني وبتشجيع من رئيس وزراء دولة الكيان وغيره من أركان حكومته على هذه الاقتحامات ليفرضوا مرة أخرى واقعا جديدا يجري التعامل معه وكأنه حق مكتسب للإسرائيليين واليهود في المسجد الأقصى. هو معركة ندرك أنه سيترتب على نتائجها الشيء الكثير، ولذلك بالنسبة لنا هي معركة تكتسب أهمية مركزية، معركة تفتح على إمكانية أن يشمل الصراع كافة مناطق فلسطين كما جرى في معركة سيف القدس. كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن معركة المسجد الأقصى هي معركة القدس وفلسطين. الجبهة وفي بيان لها اعتبرت أن الاقتحامات المتتالية لحرمة المسجد الأقصى تندرج في إطار فرض الأمر الواقع، ولفتت إلى أن الرد المنطقي يتطلب الإقلاع عن وهم المفاوضات وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وعلى وقع السماح بصعود المستوطنين إلى الحرم القدسي تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس المحتلة. ويأتي ذلك في ظل تقديرات باستمرار التوتر الأمني لأسابيع. تقرير منال إسماعيل. سماح رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت بصعود اليهود إلى الحرم القدسي أجج الأوضاع ورفع مستوى التوتر في القدس المحتلة. توتر يأتي في ذروة استنفار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي رفعت من مستوى تأهب قواتها وشددت إجراءاتها الأمنية مع نشر الآلاف من عناصرها في أحياء البلدة القديمة وعند مداخل المسجد الأقصى، فيما تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه. الجيش الإسرائيلي والشباك وعناصر الشرطة وحرس الحدود جميعهم منتشرون داخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية مع التركيز على جبل الهيكل والمدينة القديمة والقدس، مع صعود عشرات الناشطين الإسرائيليين المتطرفين إلى جبل الهيكل الذين استغلوا انتهاء شهر رمضان والسماح لهم بالصعود إلى جبل الهيكل. الخشية الأساسية من انزلاق
التوترات في القدس المحتلة إلى مواجهات في الضفة وغزة تأتي على وقع القلق الإسرائيلي من معادلة ربط الساحات الفلسطينية، الأمر الذي دفع المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى أخذ تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على محمل الجد. في إسرائيل يأخذون تهديدات حماس والجهاد بالرد على صعود اليهود إلى جبل الهيكل ببالغ الجدية، وهناك استعدادات في منظومة الدفاع الجوي لمواجهة هذه التطورات، ولذلك نرى استنفارا كبيرا وواسعا في كل أرجاء البلاد تحديدا بسبب وجود إنذارات تتحدث عن تنفيذ عمليات. التقديرات الإسرائيلية بانتظار إسرائيل أسابيع من التوتر الأمني بالرغم من انتهاء شهر رمضان تشير برأي مراقبين إلى تحقيق الفلسطينيين انتصارا على مستوى الوعي من خلال النجاح في إعادة فرض القضية الفلسطينية على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية والتأكيد بأنهم أصحاب الحق في المسجد الأقصى. وفي الجليل مسيرة فلسطينية في ذكرى النكبة في بلدة معار المحتلة، نضيء عليها أكثر مع الزميلة هناء محاميد مراسلتنا إلى هناك. هناء، كيف يبدو المشهد لديك في معار في الجليل؟ الآلاف من الفلسطينيين بدأوا بمسيرة العودة 25 على أرض قرية معار المهجرة، هذه القرية الواقعة شرقي مدينة حيفا. انطلقت التظاهرة وهذه المسيرة دينا من أراضي قرية الشعب وباتجاه تسير الآن باتجاه قرية معار المهجرة والقريبة من هذه القرية قرية الشعب والقريبة من هذه القرية قرية شعب التي لا تزال قائمة هنا في الأراضي المحتلة عام 48. دينا، يعني الآلاف من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48، أطفالا، نساء، رجالا، شيوخا، يرفعون الأعلام الفلسطينية ويرددون الهتافات التي تدعو لإقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. إذن دينا، يعني ترديد أيضا هتافات تؤكد حق العودة لكل بلدة وبلدة من القرى الفلسطينية التي هجرت في العام 48. نتحدث عن أكثر من 500 قرية فلسطينية هجرت من سكانها الفلسطينيين خلال النكبة الفلسطينية في العام 1948، إضافة إلى تهجير طبعا الآلاف من سكان المدن الفلسطينية التاريخية مثل حيفا ويافا وحتى الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة. يردد الشبان هنا أسماء هذه القرى ويؤكدون على حق العودة. يعني كما تشاهدين دينا، خيط بشري طويل بين أشجار الزيتون، هذه الأشجار القديمة التي زرعت هنا منذ آلاف السنين في أرض فلسطين. يسير هؤلاء الآلاف من الفلسطينيين في الجليل في هذه الأثناء باتجاه أراضي قرية معار المهجرة في الجليل الفلسطيني تأكيدا على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وهذه المسيرة دينا تقام تزامنا مع احتفال إسرائيل بما تسميه عيد الاستقلال. يختار الفلسطينيون هنا هذا التاريخ تحديدا رغم أنه يعني الموعد الرسمي لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية هو يصادف في 15 من أيار مايو، ولكن يختار الفلسطينيون هنا هذا التاريخ تحديدا في الوقت الذي تحتفل به إسرائيل بما تسميه عيد الاستقلال من أجل أن يؤكدوا هويتهم الوطنية الفلسطينية ويؤكدوا أيضا تمسكهم بحق العودة لكافة الفلسطينيين. دينا، نعم، يعني هنا نتابع معك هذه المشاهد. إذن كما ذكرتي الآلاف من الفلسطينيين
يشاركون في هذه المسيرة، مسيرة العودة 25 باتجاه قرية معار المهجرة في الجليل. طبعا كلها قرى مهجرة هنا، لكن لماذا اختيار هذه القرية بالتحديد، رمزية هذه القرية التي قلت أنها يعني تبعد ليس بكثير عن حيفا، وبالتالي رمزية اختيار هذه القرية وقرية الانطلاق أيضا؟ يعني هذه القرية هي تقع حوالي 17 كيلومتر أو أقل شرقي مدينة عكا دينا وليس حيفا، ولكن أيضا قريبة من حيفا إلى حد ما. طبعا يعني في كل دار الفلسطينيون تحديدا لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين التي تقوم على تنظيم هذه المسيرات باختيار إحدى القرى الفلسطينية، ولكل قرية رمزية وأهمية بالنسبة لأهلها الفلسطينيين الذين هجروا منها ولم يتبقى منهم إلا القليل هنا في داخل الأراضي المحتلة عام 48، فيما غالبية الفلسطينيين كما تعلمين تم تهجيرهم خارج حدود فلسطين. نتحدث هنا عن أجيال شابة تقود هذه الهتافات وهذه الشعارات في هذه المسيرة وترديد هذه الأناشيد والأهازيج الوطنية المتوارثة حقيقة داخل الأراضي الفلسطينية عام 48. اختيار قرية معار هو من أجل التأكيد على هوية هذه القرية مثلها مثل باقي القرى 500 وأكثر التي هجرت في العام 48. كل عام يتم اختيار إحدى القرى الفلسطينية من أجل تعريف الأجيال الصغيرة على تضاريسها، على طبيعتها، على تاريخها، والتأكيد على حق سكانها وأهلها المهجرين بالعودة إليها. واليوم دينا يعني في ختام هذه المسيرة سيكون هنالك مهرجان خطابي، ومن ضمن هذا المهرجان ستلقى كلمة من إحدى المهجرات من قرية معار، يعني من الأجيال التي هجرت في العام 48 ولا تزال تعيش في مخيمات اللجوء في لبنان، تحديدا من مخيم عين الحلو في لبنان، إحدى يعني أبناء أو أحفاد المهجرين الذين هجروا في العام 48 من قرية معار، ستقوم بإلقاء كلمة أيضا ضمن المهرجان الذي سيقام هنا على أرض قرية معار، وهذا أيضا فيه رسالة مهمة حول تواصل الفلسطينيين إن كان هنا في الداخل وإن كانوا في الشتات وفي مخيمات اللجوء. لكن اللافت أيضا هنا وكما ذكرتي بأنه غالبية المشاركين هم من الشباب، يعني من أعمار صغيرة ربما، وبالتأكيد هي لم تعش فترة النكبة، وبالتالي هذا بحد ذاته رسالة. كيف تنظر إسرائيل إلى هذه المشاركة الشبابية الواسعة؟ نتحدث عن الآلاف اليوم يشاركون في هذه المسيرة وهذه الفعالية، وبالتالي إسرائيل على كافة المستويات كيف تنظر إلى هذه المشاركة الواسعة من قبل أيضا أطفال يعني يشاركون في هذه المسيرة؟ دعينا نستمع دينا ربما إلى إحدى المتظاهرات هنا المشاركات في هذه المسيرة. مرحبا، يعطيك العافية. تشاركون اليوم في مسيرة العودة في قرية معار، وأنا أعلم أنه أنت أيضا يعني ابنة لي عائلة مهجرة من الكويكات القريبة، لماذا تشاركون في هذه المسيرة اليوم؟ يعني هذه المسيرة اليوم هي بالضبط تأكيد على حقنا في العودة، هذا الحق الذي لا يسقط في التقادم بالرغم من كل محاولات تشويه، بالرغم من كل محاولات محو الهوية، بالرغم من كل محاولات أسرلتنا ووضعنا في خانة الإسرائيليين، كل
كل سنة في يوم استقلال إسرائيل إحنا منقولهن يوم استقلالكم، يوم نكبتنا، وإحنا منرجع لأراضينا عشان نكمل مسيرة العودة الأكيدة. شكرا لك. إذا هذا صوت من ال دينا، إضافة إلى الأهازيج والأناشيد الوطنية التقليدية أيضا حاكي الوضع السياسي الحالي، شعارات عن تصديع الخيانة كما يردد هؤلاء الشبان الآن. طبعا يعني هذه الجماهير تتابع ما يجري في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة وفي كل المناطق الفلسطينية المحتلة، وهذا أيضا جزء من محاولة الرد يعني عن ترسيخ الرواية الفلسطينية والحق بالعودة وترسيخ للذاكرة الفلسطينية وتوريثها. وأيضا نتحدث هنا عن رسائل سياسية من قبل هؤلاء الفلسطينيين هنا، إن كان لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وإن كان للعالم بشكل عام، حول هوية من يعيش هنا في الجليل، في النقب، في المثلث، في الناصرة، في أم الفحل، في عكا، في حيفا، في كل مكان. إذا 74 عاما من النكبة، من التهجير، من سياسات التهويد والصمت للتاريخ الفلسطيني، للهوية، للغة، للذاكرة، لكل شيء. الفلسطينيون هنا يرفعون العلم الفلسطيني ويرفعون هدفات وأناشيد وشعارات تؤكد هذه الهوية الفلسطينية الموحدة من النهر إلى البحر سيناء. إذن مشاهدينا، لازلنا نتابع وإياكم هذه المشاهد من قرية ميعار المهجرة في الجليل في فلسطين المحتلة، حول هذه الفعالية بالآلاف من قبل الشباب الفلسطيني وأهالي تلك القرى المهجرة المشاركة في هذه الفعالية 25 التي تجرى في الأراضي المحتلة في ذكرى النكبة. نتابع وإياكم هذه المشاهد ونستمع أيضا إلى الهتافات والأهازيج التي ترفع. إذا دينا، يعني الآن أيضا هتافات تدعو لتحرير الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال، ويعني من هنا أيضا نتقدم بالتعزية إلى عائلة الأسير كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين لوفاة والدته السيدة صبحية يونس، الحجة صبحية يونس التي أمضت 40 عاما من حياتها وهي تتنقل بين معتقل ومعتقل. في مطلع العام المقبل، إذن يعني ها هنا أيضا رسالة للأسرى الفلسطينيين ورسائل متواصلة أيضا القدس الشيخ جراح وكل شيء يخص القضية الفلسطينية. يعني هذه الرسائل دينا تعبر عن وعي سياسي متقدم لدى هؤلاء الشبان الفلسطينيين هنا في الجليل. الأسرى، التطبيع، الاستيطان، عناوين حاضرة في هذه الفعالية هنا. نستمع ربما إلى أيضا المزيد من الشبان هنا. يديك بروحي ودمي، يديك العافية.
ليش بتيجوا على مسيرة العودة كل عام؟ حق العودة هو حق مقدس، هاي بلادنا وإحنا رح نرجع عليها ببساطة كل وضوح. إذن مشاهدينا لازلنا نتابع وإياكم هذه المشاهد من الجليل في فلسطين المحتلة، تحديدا من قرية معار المهجرة، حيث يشارك الألاف من الشبان الفلسطينيين تحديدا في هذه الفعالية التي تقام للمرة 25 على الأراضي المحتلة عام 48، وذلك تأكيدا على حق العودة وعلى أن هذه الأراضي فلسطينية. ويعني كما ذكرت إحدى الشابات بأن حق العودة مقدس بالنسبة لأهالي هذه الكرة المهجرة ولإحفادهم. نتحدث عن أعمار صغيرة ربما لم تعش فترة النكبة، وإنما القضية مستمرة وحق العودة مستمر في يعني مطلبها الأول. وبالتالي نحن نتابع معكم هذه المشاهد وأيضا الشعارات المرفوعة، نتحدث عن شعارات القضية الفلسطينية، هتافات تحية للأسرة، هتافات ضد الاستيطان، ضد التطبيع، وأيضا تحية لأهالي حي الشيخ جراح، وكافة عناوين القضية الفلسطينية المطروحة في هذه الآونة. لكن هناء ونحن نتابع معك هذه المشاهد، ربما لافت أن تقام هذه الفعالية في أحد كروم الزيتون، وبالتالي أي رمزية يعني لهذه الفعالية على هذه الأراضي؟ نعم دينا، يعني الرمزية هي التجذر في الأرض بالنسبة للفلسطينيين، شجرة الزيتون هي تاريخ أولا بالنسبة لكل فلسطيني، تاريخ ثقافة وأيضا مستقبل، تجذر في الأرض. وتعلمين دينا بأن الاحتلال الإسرائيلي خصوصا في الضفة الغربية، المستوطنون الإسرائيليون يقومون بمنع الفلسطينيين موت الزيتون الذي يكون في الحريق، يعني الأول من كل عام يقومون في ملازمة المزارعين الفلاحين الفلسطينيين، تقطيع أشجار الزيتون، حرق أشجار الزيتون. يعني هذه معركة كبيرة عميقة يقودها الفلسطينيون ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خصوصا في الضفة الغربية. وأما هنا في داخل الأراضي المحتلة عام 48 فنتحدث عن مصادرة يعني حوالي 98% من الأراضي التاريخية للفلسطينيين. تخيلي بأنه نحو 1.5 مليون فلسطيني يعيشون تقريبا فقط عن حوالي 2 أو 2.5% من أراضيهم التاريخية. بالتالي نتحدث أيضا
عن رمزية للأرض الفلسطينية عندما يعني تسير هذه المسيرة بين كروم الزيتون. هذه عودة للجذور وأيضا تأكيد للحق الفلسطيني. لا بحب كثير. إذا مشاهدينا يعني كانت تتحدث يعني زميلة هنا هنا. نعم هنا يعني ربما نتحدث مع إحدى الناشطات والصحفيات الفلسطينية أخت نضال رافع يعطيك العافية. أهلا هنا عافية وإن شاء الله هيك إلى عودة. قديش جميل نشوف ثلاث أجيال النكبة اللي هن السيد والأبناء والبنات، جيل جديد اللي عنده هالقد عزة وكرامة وثقة بمشي وبآمن إنه هو رح يرجع كمان لمعار ولكل القرى الفلسطينية اللي هجرت. يعني هالقد تفاؤل لما أنت بتشوفيهن. نضال أنت يعني ابنة لحيفا والقدس وتسكنون في حيفا في منزل لعائلة فلسطينية هجرت في العام 48 وتحافظون على هذا المنزل حتى عودة هذه العائلة في شارع عباس. هذه القصة النكبة التي هي مستمرة وفي حالتنا فعلا نعيش في بيت أصلا عائلة فلسطينية هجرت واليوم موجودة في أكثر من 27 دولة في العالم يحلمون بالعودة ونحن ننتظرهم حتى العودة وعشنا في هذه المشاعر إلى أن التقينا معهم قبل بضع سنوات وفعلا في داخلنا شعور أنه العودة ليست مستحيلة وليست حلم بل سوف تكون إن شاء الله قريبة وهم أيضا يحلمون في عودة إلى حيفا وإلى يعني بلدهم وبيتهم. شكرا. شكرا لك نضال. بالفعل العودة ممكنة وممكنة جدا. نتابع المسير مع هذه المسيرة دينا أيضا لنصل إلى الموقع النهائي الذي ستختتم فيه وأيضا سنستمع كلمة من قبل إحدى المهجرات اللاجئات في مخيم عين الحلوة التي ستتحدث إلى هذه المسيرة وهذا الحشد الكبير الفلسطينيين الذين يحيون ذكرى النكبة الفلسطينية اليوم بالتزامن مع احتفال إسرائيل باحتلال فلسطين. يعني إسرائيل تحتفل باحتلال أراضينا وبلادنا وتهجير أهالينا في العام 48 وتسمي ذلك عيدا وتسميه عيد الاستقلال ولذلك يحيي الفلسطينيون هنا داخل الأراضي المحتلة عام 48 بالبلاد وبأن هنا شعب يكون الذاكرة ولا يمكن له أن يتخلى عن حق من حقوقه وفي أول في أولها حق العودة المقدس كما تحدثت قبل قليل إحدى بالفعل. طيب هنا هذه الفعاليات تقام للمرة 25 كما فهمنا لكن عن الحضور عن المشاركة عن كثافة المشاركة عن الأعمار المشاركة أيضا هل تتطور من عام إلى آخر؟ بالتأكيد دينا يعني هذه المسيرة تتطور من عام إلى آخر حجم المشاركة يزيد من عام إلى آخر أيضا الفئات والشرائح الفلسطينية التي تشارك في هذه التظاهرة والمسيرة تتوسع من عام إلى آخر بالتالي نتحدث عن يعني رفع للوعي الفلسطيني في الداخل. يعني أنا لا أقول بأنه في السابق لم يكن هنالك وعي تجاه القضية الفلسطينية بالعكس طيلة الوقت كان هنالك نضال فلسطيني وكفاح فلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48 من خلال يعني الإنسان البسيط على مستوى الفرد الفلسطيني وعلى مستوى أيضا الأحزاب السياسية الوطنية التي عملت من أجل صيانة الذاكرة والهوية الفلسطينية ويعني صد سياسات الصمت والتهويد والأسرة الإسرائيلية التي تطال كل مناحي الحياة تطال التربية والتعليم المدارس العمل التشغيل الملاحقات السياسية الترهيب القمع كل شيء يعني كل شيء يمكن لك أن تتخيليه تطال سياسات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الثانية هؤلاء الفلسطينيين عن انتمائهم الوطني ولكن
رغم ذلك نشاهد هذه الآلاف المتمسكة بهويتها بأصلها الفلسطيني والعربي والرافضة للاحتلال الإسرائيلي حتى بعد 74 عاما وحتى بعد كل هذه السياسات الإسرائيلية العنيفة يعني التي تلاحق الإنسان الفلسطيني في أبسط حقوقه وأبسط هذا العام مطلع هذا العام محاولات السيطرة على الأرض في النقب والاعتداءات التي طالت أيضا الأهالي في النقب البدو في النقب نعم فعلا تقليدا سنويا شعبيا وطنيا عائليا يعني العائلات من كل مكان تأتي إلى هنا أولا تأكيد على الحق الفلسطيني كما ذكرنا وثانيا يعني هذه معرفة للبلاد هكذا يتعرف الفلسطينيون من الشبان والشابات والأطفال على بلادهم على طبيعتها على جغرافيتها على قصصها على حكاياتها خصوصا بأنه يشارك أيضا في هذه التظاهرات أبناء هذه القرى ممن بقوا على قيد الحياة من أبناء الجيل الأول للنكبة ويسردون قصص قراهم المهجرة وأيضا يتم توزيع كتيب في كل مسيرة من هذه المسيرات فيه أبرز معالم وتفاصيل وحكايات كل قرية وقرية تخاف عن مسيرة العودة سنويا من حيث المساحة وأيضا بماذا كانت تشتهر وأي عائلات كانت تسكنها وإلى أي هجر أهالي هذه القرى إذا يعني هذه مسيرة مهمة جدا بالنسبة للفلسطينيين وبالفعل هي تحفر في الذاكرة الفلسطينية تفاصيل كل قرية وقرية واسم كل قرية وقرية أنا عن نفسي أتحدث فينا هنا يعني أنا عن نفسي شخصيا تعرفت على الكثير من القرى الفلسطينية وزرت العديد من خلال هذه المسيرة السنوية 25 عاما أي 25 قرية على الأقل قمنا بزيارتها ويقوم الفلسطينيون بزيارتها والتعرف عليها خصوصا بأن إسرائيل تطمس حتى الطرق إلى هذه القرى الفلسطينية بعد تهجير القرى الفلسطينية وتدميرها وطمس معالمها تم زراعة أيضا الأحراش في محيط القرى الفلسطينية من أجل طمس معالمها وكي يمر عليها المرء من دون أن يعلم ويعرف ويفكر بأنه كان هنا في يوم من الأيام فلسطينيون يعيشون فيها ويعمرونها وبالتالي هذه المسيرة مهمة جدا أيضا كنهج تربوي للأطفال الفلسطينيين ربما بعد قليل يعني نستمع إلى المزيد من المشاركين هنا في المسيرة ونتحدث إليهم أيضا عما تعلمهم مثل هذه المسيرة دينا نعم نتابع أيضا هذه المشاهد بهذه الهتافات أيضا المرفوعة حتى الساعة الأهازيج لم تسكت هذه الأهازيج منذ بدأنا معك يا هناء محميد طبعا نذكر بأننا عناوين القضية الفلسطينية بتشعباتها حاضرة خلال هذه المسيرة كنا نتحدث عن الأسرى التطبيع تحيات للأهالي حي الشيخ جراح يعني كل العناوين الفلسطينية الاستيطان طبعا يعني هزيج ضد الاستيطان كلها عناوين حاضرة في هذه المسيرة طبعا أيضا شعارات مرفوعة وأيضا لافتات مرفوعة في هذه المسيرة طبعا العلم الفلسطيني حاضر بقوة خلال هذه الفعالية كما ذكرت الزميلة هناء محميد يقام على أرض مهجرة وأيضا رمزية أن يقام في أحد كروم الزيتون هي رمزية كبيرة يعني تحمله هذه الشجرة من رمزية ربما هذه الشجرة التي عمرها أكبر مما يسمى طبعا بين مزدوجين بدولة إسرائيل كافة الأعمار حاضرة تحدثت إحدى ضيفاتك عن أنه يعني ثلاثة أجيال حاضرة خلال هذه الفعالية الجيل الأول جيل النكبة وأيضا الأبناء والأحفاد وربما نتابع أحفاد الأحفاد يعني هناك أطفال رضع تابعنا منذ قليل يشاركون في هذه الفعالية دليل على استمرارية يعني المطالب واستمرارية هذه القضية ومطالبة بالحقوق وعلى رأسهم حق العودة الذي وصفته أيضا إحدى المشاركات بالحق المقدس نعم دينا يعني
إحدى يعني إحدى الزيارات التعبير هنا في هذه الامتنان والعرفان بالجميل أيضا هو والمشاركين لطلائع الدين من أقاموا هذه المسيرة التقليدية. قبل قليل مررنا عن صورة للمرحوم أبو عرب أمين محمد علي وهو ابن قرية صفوريا المهجرة وهو أحد مقيمي لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين الفلسطينيين وأحد الطلائعين بتوريث الذاكرة الفلسطينية وروايتها رواية هذه الرواية السفوية التي تتنقل ونقلت من جيل إلى جيل بشكل واعي وممنهج من قبل الجيل الأول الذي هجر من البلدات والمدن الفلسطينية. وهذا الرجل هو أحد هؤلاء وقد فقدناه قبل يعني أسابيع قليلة. هجر من قرية صفوريا إلى الناصرة وعاش طيلة حياته يتحدث عن صفوريا ويسرد تفاصيل الحياة هناك ويجمع الأغراض والتفاصيل من هذه القرية، كل ما بقي من هذه القرية من أغراض عند المهجرين أو أي شيء يمس بصلة لها وبالقرى الفلسطينية كان يجمعه في متحف صغير أقامه عنده في منزله. ولذلك رفع يعني المشاركون صورته بين أشجار الزيتون هنا تكريما له، خصوصا بأننا فقدناه قبل أسابيع قليلة والخشية دائما هي أنه عندما يموت الكبار سنفقد يعني الذاكرة وسنفقد تفاصيل الحياة قبل النكبة وتفاصيل أراضينا وبيوتنا وأسماء عائلاتنا ويعني تفاصيل كثيرة يحملها ويحفظها عن ظهر قلب هذا الجيل، جيل النكبة الأول والجيل الثاني قال يعني الراية، هذه الراية التي تمتد من جيل إلى جيل. من أي بلد أنت؟ من عين ماهل. وليش جاي على المسير اليوم؟ جاي على المسير بالضامن ماهل معار. أنت مهجرة كمان؟ لا احنا بنوم داخل فلسطين احنا بس جاي عشان اهل جاي اهل معار مشارك معهن. هل حق العوده ممكن حج مقدم؟ ان شاء الله انه يعيد يا رب عين خمسه ممكن بس ممكن، ما زلنا بنتنفس واحياء رح نرجع باذن الله ولا يضيع حق وراء مطالب. انا مكفر كنا بس جاي ضامن مع معار، كل معار وكل القرى المجر هي وطني وبلدي وارضي. اهلا فيك، شكرا لك، شكرا. اذا يعني كما ذكرت هاتان السيدتان يعطيك العافية، مرحبا. الله يعافيك يا هلا. جايين من القدس للمشاركة في هذه المسيرة، لماذا؟ لإثبات حقنا، لإثبات. أنا صراحة ما جيتش من القدس يعني آسف، بس أنا جيت من لد، جيت بباص من لد وبشوف. ولكن أنت يعني من سكان منطقة القدس خلينا نقول. صحيح، أنا من سكان القدس. بالأخير هذا إثبات لوجودنا اليوم شبابنا، خصوصا إذا بحكي عن اللد بالمدن المختلطة، فيش مساحة يعبروا فيهم عن هويتهم وعن انتمائهم. يعني كشاب هو ابن اللد، كابن مدينة مختلطة، فيش وين أعبر عن هذا انتمائه لشعبه الفلسطيني إلا بهيك مسيرات، وإثبات على حقنا بالعودة وتخليدا لهذا الحق بصغارنا. أشكرك، يعطيك العافية. جاي من اللد جليل تشارك في مسيرة العودة في معان. أكيد، أول شيء هذا واجبنا، ثانيا لنوصل رسالة إنه حتى لو هجرنا حتما سنعود إن شاء الله. يعطيك العافية، مرحبا، يعطيك العافية. أنا عافيك. جايين من اللد والرملة خصيصا للمشاركة في مسيرة العودة. طبعا هذا أو أقل واجب ممكن نقضيه لوطننا في ظل الاحتلالات والقمع اللي بيصير من عني يوم يوم في أراضينا، في بيوتنا، في وطننا، في أشغالنا، في كل محل ممكن نمشي في خطوتين في الدولة هاي. فهذا القليلة ذكرى ومرة بالسنة إنه ذكرنا في كانون شعب وشعب وكرة مهجرة لازم نشارك فيها ونذكرها. في اللد والرملة أنتم يعني أيضا تعيشون جرح مفتوح منذ أيار مايو الماضي، سيد موسى حسون الذي أقفل ملف عليه الإسرائيليين وما زال هنا مفتوح حتى صح
نعم. وعنصرة بالفعل يعني لكل بلدة ومدينة نعم. ومكان قصته الخاصة إن كان من خلال الشهداء الذين استشهدوا على مدار عقود طويلة من هذا الاحتلال، وحتى الشهداء الذين استشهدوا خلال هبة أيار مايو الأخيرة في العام الماضي، أيضا معتقلين وملاحقات سياسية من كل الجهات وعلى شتى الأنواع والأشكال، للصغير وللكبير، للقيادات السياسية وأيضا للشبان الصغار. بالفعل يعني عناوين الاعتداءات والاضطهاد الإسرائيلي للاحتلال الإسرائيلي مستمرة كثيرة ومتشعبة. شكرا جزيلا لك يا زميلة هناء محميد، كنت معنا من أراضي الجليل في فلسطين المحتلة، تحديدا من قرية ميعار. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي تحولت طبعا إلى تغطية فلسطين المحتلة هذه المسيرة وهذه التطورات. إلى اللقاء.